العالمين. معنوياتنا عالية واحنا ان شاء الله راح نظل مستمرين حتى النصر، حتى راح لو راح اولادنا لو راحت بيوتنا راح نظل مستمرين حتى النصر باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله نحن غنمنا منهم كثير ومتبعيه 23 غنمنا منهم وحضرنا حواجز كثير. ان شاء الله رب العالمين يعيننا على النصر عاجلا وليس اجلا. الحمد لله العالمين. الله اكبر. القائد الميداني لكتيبة المجاهدين أبو قاسم، أسأل الله النصر وتزيد له جمعة اعتصم يا حبل الله جميعا. الآن جاء ليحمي المظاهرة في بلدة معرب الصمود إن شاء الله يوم 8 2013 الحمد لله رب العالمين.